سعيد جدا باللقاء معكم، وبغيت بداية نشكركم جزيل الشكر على حضور هذا الندوة بشكل لا مشروط كالعادة وبصدق بشكل لا مشروط. راه انتما هو الطريق الوحيد لتبليغ صوت المعارضة للمواطنين، بحيث كاين واحد التشويش كبير على العمل اللي تقوم به المعارضة الوطنية في البرلمان اليوم. الحمد لله، إذا الصوت ناتي وصل بفضلكم وبشكل لا مشروط وغير مؤدى عنه، وهذا راه مهم جدا وللطريق. اليوم نجتمع لتسليط الضوء على مجموعه المواضيع والقضايا اللي تتعرفها يعني الساحه السياسيه اللي تعيشها البرلمان، نطلقوا طبعا من قانون الماليه اللي تيحمل رقم 3 في هذه الولايه، واللي جاء بمجموعه تاع الاجراءات لا شعبيه ولا تخدم مصلحه المواطن البسيط والعادي، بقدر ما تخدم المصلحه تاع واحد يعني الطبقه معينه. ادريس سنتيسي، رئيس فريق الحركه في مجلس النواب وعضو مكتب السياسي، اليوم دعونا لعقد هذا اللقاء الصحفي، واللي تنشكركم على الحضور اللامشروط ومن الدعم ديالكم لابلاغ المواطنين كل ما يروج في اولا على مستوى البرلمان والساحه السياسيه ككل. اليوم تنعقدوا هذا اللقاء لتسليط الضوء بشكل واضح من بعد ما ختمنا الدراسة ديال قانون المالية، لتسليط الضوء على واحد المجموعة بعد القرارات لا شعبية اللي جا بها المشروع. كاين منها اللي يعني تسحب، وهذا كان بطلب من المعارضة، يعني الوثائق هي موجودة. كذلك بغينا نتكلموا على الهفوات والنقائص اللي كاين في قانون المالية. قانون المالية اللي ما تيتكلمش على خلق فرص شغل، ماشي قانون المالية. اليوم فقدنا 280 ألف فرصة عمل هذا العام، فينا هو المليون تاع فرص العمل اللي كان الحديث كثير عليهم. نحترم السيد رئيس الحكومة والحكومة، نعتبر على أن كاين ظروف صعيبة، ولكن هذا ما تيمنعش بان الحياه تستمر. في نفس الان بغينا نتكلموا على الجوانب الاجتماعيه، الاحتقان اللي كاين دابا في الشارع بسبب موضوع التعليم وبسبب هذا المرسوم اللي يعني خلق جدل كبير واحتقان كبير. لابد ان يوجد الحل المناسب، ولدينا اقتراح في هذا الباب. نجتمع كذلك ولتسليط الضوء على الجانب التشريعي اللي عمل عليه الفريق خلال هذا الولايه، واللي بلغ عدد المقترحات 54 مقترح تتهم كل الجوانب يعني المجتمعيه، و تيضم اكثر من 650 ماده. هذا يتضم يعني هذه المجموعه هذه المقترحات. نعقد هذا اللقاء كذلك للاجابه لكم على مستجدات حزب الحركه الشعبيه وعلى المؤتمرين اللي كانوا هذا نهايه الاسبوع المنصرم، واللي تهموا الشبيبه الحركيه ومنظمه المراه الحركيه، واللي عرفوا الحمد لله نجاح بائر بشهادات الجميع. اذا هذه فرصه باش نتكلموا على مجموعه القضايا ويبقى الحوار مفتوح ومستمر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.